شهدت عملية الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط ارتفاعا كبيرا في أعداد الناخبين من أعضاء الجالية المصرية بالمغرب. وأسهمت عطلة نهاية الأسبوع وتزامن هذه العطلة مع عطلة مدرسية في تمكين أعضاء الجالية المصرية، خاصة من يقيمون في مدن وأقاليم بعيدة عن العاصمة الرباط، من المشاركة والحضور بأعداد كبيرة إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.